يا ابو حامد، انت كبير الجري ومختار، وبتتذكر قديش طاردنا مشان نعمل مدرسة ونوصل شارع ام الكروم ونوصل شعبة بريد حتى تخدم الناس، وهينا شغالين على المركز الصحي. يا استاذ سلمان، لو الشارع له ضرورة ما بقول لا. كيف عاد ما له ضرورة؟ بكفي انه بخدم ارضك وبحييها. بعدين ابو سالم وعواد لولا العشم كان ما اجوا عندي لهون، وصدقني لو ما اجيت كنا ناويين نروح لك لعندك. يا استاذ سلمان، يا ابو سالم، احنا لوش نضل نخوض بالحكي؟ اذا فتح هالشارع بده يزعل ابو حامد، اي بلا من هالشارع. يا عواد، يا ابو حامد، الشارع نازل على المخطط، والمخطط مصادق عليه من ايام المجلس الاول، من ايامك انت يا ابو حامد. وايامها اعترضت على الشارع وجيت عندي حتى اساعدك، لكن اللجنة التنظيمية رفضت اعتراضك، وقلت لك خلي هالشارع يمكن تحتاجه بكرة، وهي الناس احتاجته اليوم. يا استاذ سلمان، يا اخوان، ترى مثل ما قال عواد، اذا هالشارع بده يزعل ابو حامد لهالدرجة ما بتغير. لا 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 لا، مصلحة ام الكروم ما بتزعل ابو حامد، وكلنا بنتعلم منه، والناس بتيجي مشان يحل لها مشاكلها، الا اذا عاد يا ابو حامد بدنا نجيب لك ناس تتوسط بيننا. انا يا ابو حامد بدي اترجاك بهالشارع، وهاي كمان بوسه راسك. استغفر الله يا استاذ سلمان، انت بمقام حامد واكثر. لعاد على بركه الله. قوم يا ابو سالم وسلموا على بعض، ترى خطيتهم الكروم برقابكم. ها، بارك الله بيك يا ابو حامد، بارك الله بيك، وان شاء الله انك تظل ذخر لام الكروم انت وامثالك. اشت يا ابو حامد، اشت.